بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت وجروب عائلة البرمجة. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس ال11 من كورس إنشاء برنامج الفواتير بلغة البي اتش بي مع استخدام فريم ورك لارافيل. أقدر أقول لك إن الدرس ده يعتبر أهم درس ليك في الكورس. الدرس ده مفيد جدا جدا جدا، هيبقى فيه شغل جديد وهيبقى فيه حاجات جديدة. أول شيء، الحاجة التانية هيبقى مبني عليه حاجات كتير جدا جدا، فرجاء ركز على قد ما تقدر في الدرس، ركز في الكود، لازم تكون فاهمه كويس قبل ما تحفظه. طيب فكرتنا النهاردة إن شاء الله، أول حاجة إحنا فتحنا السيرفر بتاعنا، خلاص بقينا متعودين إن إحنا بنفتح السيرفر بتاعنا عن طريق الإكزام وكل شيء تمام، ودخلنا وعملنا بي اتش بي ارتيزان سيرف وشغلنا السيرفر بتاعنا وكل شيء تمام، وعملنا لوجن على الصفحه بتاعتنا اللي هو البروجكت بتاعنا، ويبدا يدخلني على الداشبورد بتاعتي. طيب الجزئيه اللي احنا خلصناها الحمد لله بفضل الله، قدرنا نخلص الاقسام وقدرنا نخلص المنتجات. يتبقى عندنا هنا الفواتير، وهي الفواتير هي اللعبه بتاعتنا كلها. الكورس اسمه كورس انشاء برنامج فواتير، فبالتالي لعبتك كلها هتبقى في الفواتير، اذا شغلك الاساسي هو في الفواتير. طيب انا المفترض دلوقتي لما اضغط على الفواتير هيكون عندي حاجه اسمها قائمه الفواتير، هتعرض لي كل الفواتير اللي عندي اللي موجوده في الداتابيز سواء المدفوعه او الغير مدفوعه. طيب نفس القصه هيكون عندي ان انا عايز اشوف الفواتير المدفوعه او عايز اشوف الغير مدفوعه او المدفوعه جزئيا. بس فكرتنا النهارده انا لما هضغط هنا المفروض هيعرض لي كل الفواتير اللي موجوده في الداتابيز. طيب احنا عملنا شكل تصوري بالشكل ده كده، عملنا شكل تصوري بسيط كده، بس ده مش موضوعنا. موضوعنا النهارده ان احنا نضيف فاتوره. انا هنا دلوقتي عملت كولوم، اضفت فاتوره، اضغط عليه المفروض هيفتح لي صفحه، الصفحه دي هيكون فيها فاتوره بالشكل ده. طب يا باشمهندس معلش لو سمحت، انت عملت الكلام ده ازاي عشان اكون واخد بالي؟ طيب مبدئيا بس انا اختصرت الوقت لان التصميم هياخد وقت طويل جدا فانا اختصرته. اول جزئيه انا عملت ايه؟ تعال نفتح كده الجزئيه الاولى، اروح على الاتش تي بي على طب نخلينا بلاش ال HTTP الاول، ندخل على الريسورس على الفيو الانفايسز. انا عندي هنا حاجه صفحه اسمها ادد انفايس، تمام، دوت بليد دوت بي اتش بي، دي اللي فيها التصميم بتاعي بالشكل ده اللي هو ده الشكل اللي ظهر لك ده كله، هو ده الشكل، رقم الفاتوره، تاريخ الفاتوره، تاريخ الاستحقاق، القسم، المنتج، الكلام ده كله هو اللي ظهر لك بالشكل ده، وان شاء الله في الديسكريبشن هرفق لك صفحه البليد كامله مكمله. بس انا اختصرت الوقت عشان بس ترتيب التصميم والكلام ده كله بياخد وقت طويل جدا، فما ينفعش ان انا اعمله في نفس الحلقه، تمام؟ طيب فتحناه ازاي وجربناه ازاي والكلام ده كله. طيب انا اول حاجه مبدئيا دخلت جوه الانفايسز، عملت صفحه الكرييت اللي هي اد انفايس وحطيت الصفحه دي. طيب يا باشمهندس معلش انت لما ضغطت فتحت ازاي اصلا؟ طيب تعالى في البدايه كده خالص نروح على صفحه بتاعت الانفايسز اللي هي الصفحه العاديه اللي بتعرض لي الصفحه بتاعتي كلها، بتعرض لي كل الفواتير اللي موجوده. البوتون ده لما اضغط عليه هيوديني على حاجه. طيب تعالى نشوفه كده الاول. انا عندي هنا بوتون عادي خالص، عندي بوتون اسمه اضافه فاتوره اللي هو ده، تمام، وحطيت حاجه جنبه فونت قصم كده عشان تعمل لي بلاس كده تعرفني ان ديت حاجه اضافه فاتوره. طيب اضافه الفاتوره ده هو عباره عن ايه؟ اتشرف، المفروض هو عباره عن لينك، لما اضغط عليه يوديني على حاجه معينه. وديني فين بقى؟ هيوديني على حاجه اسمها الانفويسز، حاجه اسمها كرييت. طبعا احنا شغالين قلنا ان احنا عملنا كنترولر ريسورس فلازم استغله. انا عندي كرييت وعندي ابديت وعندي انسيرت وعندي ديليت وعندي شو وعندي ديستروي وعندي حاجات كتير قوي، فانا عايز استغل الكنترولر بتاعي في عمليه الريسورس. طيب كلام جميل. طب يا باشمهندس انا قلت له هتروح على حاجه اسمها انفويسز حاجه سلاش كرييت. طب هي ايه الانفويسز سلاش كرييت ده يا باشمهندس لو سمحت عايز اشوفها؟ هتروح على الاب على الاتش تي تي بي، هندخل على الكنترولر، هندخل على الانفويسز كنترولر. انا عندي هنا دي صفحه الاندكس اللي بتعرض لي الفواتير اللي هنا، خلاص تمام كلام جميل. عندي هنا صفحه هو اصلا في لما انا كريت كنترولر ريسورس بيكريت لحاجه اسمها كرييت وستور وحاجه اسمها فيو وحاجه حاجات زي كده اللي هو كل الكريتة دي، فانا استغلتها. طيب استغلتها ازاي يا باشمهندس؟ سيبك من الكود اللي تحت ده خالص، الحفظ ده خالص سيبه، اعتبر ان هو مش موجود اهو عشان ما تتوهش نفسك كده ان سايبك خالص اهو، لسه عشان اعمل لك كل حاجه قدامك، تمام. انا دلوقتي قلت له كرييت، انا عندك عايزك تروح على الفانكشن ده اللي هو اسمه كرييت، كلام جميل. لما تروح على كرييت اول جزئيه عايزك بس سيبك من دي خالص دلوقتي كمان، انا عايزك تروح على ريتيرن فيو، هترجع على الانفويسز دوت
الاد انفويس اللي هي الصفحه بتاعتي اللي انا عايزك لو سمحت اول ما اضغط على اللينك ده اعتبر بالشكل ده، افتح الريسورس، بعد كده افتح الفيو، بعد كده افتح الانفويسز، بعد كده اعرض لي الصفحه اللي اسمها اد انفويسز. طب كلام جميل يا باشمهندس. طيب انا عايز هنا لما اضغط هنا بالشكل ده، لاحظ المفترض هيقول لي في خطا. اول جزئيه هقول لك ليه في الخطا كده، ايه لو الناس مصحصحه ومركزه معايا، بيقول لي كومباكت اندفايند، هو مش عارف فاريبل اسمه سيكشنز. ليه؟ لان انا اصلا هنا عملت كومنت جميل كده قلت له لو سمحت السكشن ده ما ترجعوش معاك، فبالتالي في مشكله هتحصل معايا. طب ايه هو السكشن ده يا باشمهندس؟ معلش انا عايز افهم. السكشن ده هو عباره عن الاقسام اللي موجوده جوه الداتابيس. طب يا باشمهندس انت بترجع الاقسام معاك ليه؟ اقول لك برجع الاقسام معايا ليه. طيب انا لما دخلت على صفحه ان انا عايز اضيف فاتوره، صح؟ طب احنا تعبنا نفسنا من اول ما اشتغلنا على حاجه اسمها الاقسام، وبعد كده حاجه اسمها المنتجات، وبعدها مش عارف ايه. طب انا عايز دلوقتي المستخدم هيكتب مثلا رقم الفاتوره مثلا، وليكن سي مثلا اختار تاريخ الاصدار بتاعها، تاريخ الاستحقاق بتاعها مثلا، وليكن سي مثلا 20/10/2020، القسم. انا عايزه يضغط هنا يجيب لي الاقسام بناء على اللي انا عملته في الداتابيز. هنا انت مش كنت واجع دماغي يا باشمهندس حوالي 10 حلقات عشان اضيف القسم واعدل القسم واحذف القسم؟ طب ايه اللي خلاني كده؟ قال لنا انا كان ممكن اقول لك على حاجه، كان ممكن اخليه يكتب مثلا القسم البنك العربي، يكتبه كده، يكتبه بالايد مثلا البنك العربي مش عارف كذا، بس ينفع كده؟ شغلك مش هيبقى احترافي. اول حاجه ممكن واحد يكتب القسم اسمه البنك العربي، وواحد يكتب مثلا بنك عربي، وواحد يكتب مثلا العربي بالياء في الاخر على نقطتين، دخلت نفسك في لغط كبير جدا، عشان لما اجي اعمل جمله سيلكت او كويري هو مش عارف الاسماء والدنيا هتتلخبط منك، وحاجه اصلا مش احترافيه ومش هيبقى شكلها شيك. طيب يا باشمهندس يعني انت معنى ذلك ان انت هنا عملت متغير اسمه سيكشنز، قلت له الموديل بتاع السيكشن اول لو سمحت روح على الداتابيز جيب لي كل الحاجات اللي موجوده في الاقسام، وانت داخل هتاخد معاك حاجه اسمها الكومباكت، اللي هي الكومباكت مضمونها ان هي بتشيل لي الفاريبلز بتاعتي وانا داخل الصفحه بتاعت الفيو عشان اعرضها هناك. طب كلام جميل يا باشمهندس. لما دخلت على الفاريبلز بتاعتي الجميله عادي خالص، هنا في حدد القسم، انا المفترض عندي الرو، اتحددت القسم بتاعي، قلت له لو سمحت انا عندي هنا هتعمل لي جمله فور اتش، لو سمحت السكشن اللي جاي لي اللي هو جالك من هنا اللي انت واخده لما رجعت هتعمله اس سكشن، وهتعمل اوبشن اسمها فاليو اي دي، وركز في دي، ركز في دي، فاليو اللي هو السكشن اي دي ده الفاليو، لكن اللي بيتعرض للمستخدم سكشن نيم، يعني مضمون الكلام لما اجي اعمل ريفرش كده واقول له هنا القسم، قلت له البنك العربي، هو بيتعرض قدام المستخدم ايه؟ كلمه البنك العربي، لكن الفاليو بتاعتي هي رقم واحد او اثنين او اربعه والكلام ده كله، لان انا قلت ايه؟ احنا بنشتغل ريليشن شيب وبشتغل بالاي دي، معنى ذلك ان انا في حاجات كتير هعملها بالاي دي. طيب يا باشمهندس دلوقتي على سبيل المثال انا عندي البنك العربي. كلام جميل. انا عايز هنا البنك العربي، تعالى كده بس نروح على الاقسام ونشوف، كان احنا عندنا بنك العربي نضيف كمان قسم تاني عشان بس تبقى الامور. انا عندي البنك العربي هنا اهوت، هضيف مثلا البنك الاهلي واقول له تاكيد. انا كده عندي حاجه اسمها البنك العربي والبنك الاهلي. طب كلام جميل يا باشمهندس. بيقول حط البتاع، احنا كنا حاطين فاليديشن عليها ايا كان مثلا يعني. طبعا انا اقدر اشيل الفاليديشن ده لان الملاحظات اصلا مش شرط ان هي تبقى عليها فاليديشن، مش ريكوايرد يعني، مش شرط ان هو يكتبها يعني. تمام. طيب انا كده عندي البنك العربي وعند البنك الاهلي. طيب نروح على المنتجات. كلام جميل. انا هنا عندي البطاقات العقاريه تبع البنك العربي. طب كلام جميل. عايز نضيف كمان منتج تاني، هنقول مثلا القروض الشخصيه تبع البنك الاهلي وليكن. طب كلام جميل يا باشمهندس، لغايه الان انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. اقول لك انا عايز اقول ايه. نفرض على سبيل المثال المستخدم ده بقى حاجه احترافيه ليك انت، حاجه بروفيشنال كده، لما اشتغل او ان شاء الله لما تتابع الكورس للنهايه وتبدا تاخد بروجكت زي ده وتدخل شركه محترمه توريهم البروجكت اللي انت شغال عليه، لما يشوف الشغل بتاعك هيبدا ساعتها يقول فعلا انت ممكن راجل مبتدئ بس شغلك احترافي شويه. ازاي؟ انا هنا على سبيل المثال عندي الاقسام، لما هضغط على قسم البنك العربي ايه اللي يحصل هنا في المنتجات؟ تفتكر ايه كده؟ تخيل كده لو انا كنت عارض كل المنتجات هنا، كان هيعرض له القروض الشخصيه والبطاقات الائتمانيه ومش عارف ايه و و و و، صح؟ تفتكر هي هيبقى شكلها جميل كده او لطيفه كده ان كل المنتجات داخله في بعضها والدنيا داخله في بعضها؟ زي مثلا على سبيل المثال اوضحها لك اكتر، انت عندك هنا تعتبر هنا مثلا على سبيل المثال دي دول،
جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الأردن، عمان، مش عارف إيه، سوريا، لبنان، الجزائر، كده مثلا. المفروض دلوقتي لو أنا ضغطت على جمهورية مصر العربية يروح هنا يقول لي مدينة القاهرة، مدينة طنطا، مدينة مش عارف إيه، مدينة إيه، يعرض لي كل الحاجات اللي تخص مين؟ تخص جمهورية مصر العربية. نفس القصة لو قلت له المملكة العربية السعودية، يعرض لي كل الحاجات اللي تخص المملكة العربية السعودية بس. في الحالة دي أنا كده بيبقى شغل احترافي. أول حاجة بمنع أول جزئية الأخطاء إن هي تحصل مع المستخدم وهو بيعمل داتا انتري ودخل الداتا عندي. ليه؟ لو أنا جبت له سبت له الدنيا هنا سايحة والدنيا داخلة في بعضها، الراجل ده ممكن يختار البنك الأهلي مثلا، على سبيل المثال البنك الأهلي. البنك الأهلي تبعه إيه؟ تبع كروت شخصية مثلا، فهو أخطأ بدل ما يكتب كروت شخصية راح كاتب البطاقات الائتمانية، وتلاقي البطاقات الائتمانية أصلا مالهاش علاقة بالبنك الأهلي وما دخلتش في البنك الأهلي والدنيا دخلت في بعضها، وأنت في الحالة دي بقيت شغلك مش احترافي خالص خالص خالص. فأنت حاول بقدر المستطاع قبل ما تعمل كودك ركز على المستخدم اللي هيشتغل على الكود ده او هيشتغل على الانترفيس اللي انت عاملها ده، وتحاول بقدر المستطاع ان انا اساعده واريحه. ده السيستم، السيستم اللي اتقال عليه صح، اللي هو يريح المستخدم، يظبط لي الشغل بتاعي، يحد لي من الاخطاء، ساعتها اقدر اقول ان السيستم بتاعي سيستم كويس، عكس ما انا اتعب المستخدم اخليه يختار هنا ويختار هنا ويختار هنا ويختار هنا ويكتب هنا ويعمل هنا واخليه ثغرات ان هو يغلط. لا، انا مش عايز اخليك تعمل الكلام ده كله. طيب فكرتنا النهارده عشان يحل لي المشكله دي او يحل لي القصه دي كلها هو حاجه اسمها الاجاكس. الاجاكس فكرتها ان هو حاجه كده في الباك اند بقى هيعمل لعبه صغيره. ايه هي؟ انا في اللحظه اللي انا هختار، هنشرح لك نظريا ونبدا نعمل عمل. انا اخترت كده البنك العربي، البنك العربي الاي دي بتاعه 4. في اللحظه اللي انا بختار فيها 4 ده، الاجاكس بيروح رايح على جدول المنتجات يشوف مين الاي دي بتاع 4 يا جماعه، انا وانا وانا. طب لو سمحتوا تعالوا عشان احطكم في الاوبشنز بتاع المنتجات. نفس القصه، اختار البنك الاهلي، ضغط على البنك الاهلي يروح رايح على جدول المنتجات من مثلا الاي دي رقم 3 مثلا، يا جماعه مين الاي دي رقم 3؟ انا وانا وانا. طب لو سمحتوا تعالوا عشان احطكم في الاوبشن بتاع المنتج. اهو ده بالشكل ده. احنا عايزين نعمل الكلام ده كله، نعمله ازاي يا باشمهندس؟ سهله وبسيطه. تعالى كده بس ايه اختصارا للوقت، انا حطيت الكود بس اختصارا للوقت بس عشان ايه من يعني من نطولش على الناس، وهنشرح الفكره بتاعتنا. طيب مبدئيا اول جزئيه عندي، انا المفترض عندي راوتس. اول جزئيه تعالى كده زي الشاطر نعمل راوتس هنا، نقفل بس الكلام ده كله عشان الناس ما توهش مننا، وافتحه واحده واحده. انا هدخل على الراوتس، هدخل على الويب، هاجي هنا مثلا تحت البرودكتس مثلا اخد الراوتس ده. طيب الراوتس ده يا باشمهندس عباره عن ايه؟ لو سمحت اشرحه لي. الراوتس ده عباره عن راوت جيت عادي، راوت جيت عادي بيحمل حاجه اسمها سيكشن وهياخد معاه الاي دي. يا باشمهندس التكتكه واللعب بقى، اللعب هنا. بص تعال هنا كده، انا عايزه هنا هياخد الاي دي ده اهو. فاكر لما قلت لك ركز في الاي دي؟ ركز في الاي دي اللي هو اول ما الراجل ده يختار من هنا يضغط كده البنك الاهلي ياخد الاي دي بتاع البنك الاهلي، البنك العربي ياخد الاي دي بتاع البنك العربي. اهو ده القصه دي. طيب كلام جميل يا باشمهندس. المفترض دلوقتي انا عندي السيكشن وهياخد الاي دي، هيروح على انفويسز كنترولر، في كنترولر عندي اسمه انفويسز كنترولر. طيب هيروح ايه اصلا في الانفويسز كنترولر ده يا باشمهندس؟ هيعمل ايه؟ تعال نشوف. ادي نفتح الاب اتش تي تي بي كنترولرز وعندي انفويسز كنترولرز. طيب كلام جميل يا باشمهندس. هو هيروح هنا على الانفويسز كنترولر يعمل ايه؟ تعال نعمل تحت كده خالص وهناخد الجزئيه بتاعتنا اللي هي المفروض هيعمل لي بابليك فانكشن هنا. طيب تعال نشوف ايه البابليك فانكشن ده يا باشمهندس، انا عايز اشوفه واتفرج عليه. طيب هنا في صفحه الويب انا قلت له انت عندك حاجه المسار بتاعك اسمه سيكشن وهتاخد معاك اي دي، كلام جميل، وهتروح على حاجه اسمها انفويسز كنترول اللي هو ده، وانت هناك في عندك حاجه اسمها فانكشن جوه الانفويسز كنترول دي اسمها جيت برودكتس اللي هي دي. خلاص هو راح واخد الايه؟ مرر الاي دي، هو كده خد الاي دي هنا. الاي دي دلوقتي اللي جاني بقى البنك الاهلي، البنك العربي، بنك البلاد، بنك اي بنك عندي مش هيفرق عندي. طيب كلام جميل يا باشمهندس. وبعد كده قلت له اول حاجه اعمل متغير عادي مثلا هنسميه برودكتس مثلا اهو، معلش بس نغير، هنسميه مثلا هنا برودكتس مثلا. قلت له هنا اعمل متغير اسمه برودكتس. هنستخدم بقى حاجه النهارده اسمها دي بي، زي الاليكوانت كده بس حاجه مختلفه شويه.
طيب عشان ان انا اضمن الكلام ده معايا لازم تكون عندك حاجة هنا بتضمن الحاجة دي، ده التضمينة بتاعتها عشان بس ايه ان هو يعرف الدي بي. تخيل ان هي مش موجودة، ان هي مش موجودة هنا، لاحظ جاب لي حاجة بيقول لي ايه undefined دي بي، هو مش عارف يعني ايه اصلا دي بي. ففي حاجة جوه البي اللارافيل عندي حاجة اسمها الدي بي، زي الاليكوانت كده بتعمل بتعامل مع الداتابيز بس بالدي بي. طيب انا قلت له دي بي تيبل، تيبل ايه؟ جدول البرودكتس، او بمعنى صح بالبلدي كده قلت له لو سمحت هتروح على جدول البرودكتس هوير لما يكون الاي دي اللي جاي لك من الصفحه بتاعتك، الاي دي اللي هو السكشن اي دي. تعال مش مهندس انا مش فاهم، انت هتروح على جدول البرودكتس اهو، الراجل داخل جوه الداتابيز راح على جدول البرودكتس قال له الاي دي السكشن اي دي، ادي السكشن اي دي يساوي الاي دي اللي جاي لك. انا مثلا جاي لي اربعه، هيروح رايح يبص على اربعه، من اربعه يا جماعه البطاقات العقاريه، طب لو سمحت البطاقات العقاريه تعالوا معايا عايزكم، هيروح رايح جالي خمسه، من خمسه يا جماعه القروض الشخصيه، طب تعالى يا جماعه القروض الشخصيه تيجي معايا اهو. نفس القصه كده انا بقول له دلوقتي هتروح على الدي بي التيبل البرودكتس هوير لما يكون السكشن اي تي يساوي الاي دي اللي جاي لك من الصفحه بتاعتك اللي هو واحد بقى زي ما يجي بالك. لو عايز انا عايزك بقى لو سمحت تجيب لي ايه، هتجيب لي البرودكت نيم وتجيب لي الاي دي بتاعه. يعني بمعنى اصح لو سمحت روح لما تيجي هنا وتلاقي اربعه هات ده وده، هات البرودكت نيم وهات الاي دي. طيب كلام جميل، وبعد كده رجعهم لي في الريتيرن جيسون انكود ويرجعهم لي. طب كلام جميل، دي انا كده بالنسبه لي تمام يا باشمهندس وكل شيء تمام. هنا بقى يتبقى عندي الصفحه بتاعتي اللي فيها التريكات شويه. طيب هقفل ده خالص، ما عدتش محتاجهم، انا كده حطيت الفانكشن بتاعي وحطيت الراوتس بتاعي، باقي لي حاجه واحده بس. ايه هي؟ تعال هنا في الاتش تي بي، في عندي غلطه هنا، اه في عندي هنا خطا كده انا ناسي كنت ناسي هنا، كنت ناسي الكوز ده. طيب كلام جميل، قفلت تمام. هروح على الريسورس، على الفيو، على الانفويسز، الاد انفويسز. كلام جميل يا باشمهندس وكل شيء تمام. طيب لو تعال نجرب كده يا باشمهندس ونشوف هيشتغل ولا لا. نفرض على سبيل المثال مش هيشتغل، ليه؟ لان اصلا لسه ما فيش حاجه جوه الصفحه ديت، جوه صفحه الفواتير تقول له روح اعمل الحاجه دي او نفذ الفانكشن ده او الكلام ده كله. طيب عندي كود اللي هو كود الاجاكس مثلا، تعال هنا في كود الاجاكس هنيجي تحت كده زي الشطار ناخد كود الاجاكس ونبدا نشرح كود الاجاكس بتاعي. طيب في كود الاجاكس انا قلت له اول جزئيه هشرحها لك بالبلدي كده مضمون الكلام، انا قلت له السكشن اللي هو النيم السكشن بتاع القسم اللي هو ده، انا عندي هنا فين ده اسمه سكشن نيم متاخد اهو، قلت له نيم سكشن. انا بقول له لما السكشن نيم ده ارجع بقى كده بقى ايه يا باشمهندس، لما السكشن نيم يحصل له on change يعني لما يحصل فيه عملية تغيير، يعني انت سيادتك لما تيجي تغير هنا كده يعني مثلا تضغط هنا وتغير اي حاجة هو يبدأ يشتغل الكود بتاعك ينفذ كود الاجاكس بتاعك. قلت له لما يعمل on change او ما يعمل change لو سمحت هتعمل var اسمه section id this value وتاخد القيمة بتاعته. حلو كلام جميل، يعني معنى ذلك الراجل ده اول ما يختار البنك العربي هياخد القيمه بتاعت البنك العربي. طب هو خد القيمه منين اصلا يا باشمهندس، هو جاب القيمه منين؟ لان لاحظ هنا كده ايه، انا بقول له هنا فاليو هيساوي سيكشن اي دي مش سيكشن نيم، ده اللي بيتعرض للمستخدم، لكن ده الحاجه اللي تحت كده ايه اللي الناس مش شايفاها مش واخده بالها منها خالص، ده الاي دي اللي هياخده. بمعنى اصح هو هيروح هنا يبص هنا الاي دي رقمه كام؟ اربعه. طب خلاص كلام جميل، يبقى هو الوقت الراجل ده لما بيعمل اون تشينج عنده فاليو اربعه احتفظ بيه. بعد كده عنده حاجه اسمها الاجاكس، الاجاكس ده هيعمل يو ار ال، هيروح على حاجه اسمها السيكشن وياخد معاه السيكشن اي دي اللي احنا اخدناه. كلام جميل، وبعد كده الطيب من نوع جيت والطيب داتا اللي هو ايه الجيسون بتاعي. طيب كلام جميل يا باشمهندس، خلاص هو اخد الاي دي وراح وكل شيء تمام. طب بعد ما يروح هيعمل ايه؟ طيب هنا بقى تعالى في جزئيه تانية، البرودكتس نيم، نيم برودكتس يعني ايه نيم برودكتس ديت؟ تعالى هنا انا هنا عندي في المنتجات انا سايبها فاضيه هنا، انت ما لاحظتش حاجه هنا كده؟ مفيش اي حاجه اوبشن هنا، انت لو هتلاحظ كده تعالى كده نعمل ريفريش، البرودكتس مفيش فيها اي حاجه. ليه مفيش فيها اي حاجه؟ لان اصلا بناء على القسم البرودكتس هتتعبى، يعني هيحصل فيها
حاجة هتيجي فيها ويبقى فيها اوبشن. طيب انا قلت له دلوقتي اول جزئية عندي هنا لما اعمل كل الكلام ده وتروح وتنفذ الحاجات دي كلها، هتروح على حاجة اسمها النيم برودكت، هيبقى امتي فاضي؟ هو فاضي كده تفضيه. بعد ما تفضيه تعمل اول حاجة على البرودكت نيم، تعمل لي اوبشن، انت تعمل لي اوبشن جديدة خالص، الفاليو بتاعها هيساوي الفاليو زائد الفاليو، الفاليو اللي هو جاي لي منين، اللي هو الكي اللي هيجي لي من الصفحه بتاعت الايه الكنترولر هنا اللي هي هنا. بص اللي انا هنا لما قلت له ايه، قلت له تعالى هنا انفويسز كنترولر، قلت له هنا ده هو هياخد الفاليو اللي جاني من هنا. كلام جميل ممتاز. وبعد كده قلت له تمام خلاص كلام جميل، هو هيبدأ يرجع بالداتا ديت وزي الفل وكل شيء تمام. طيب لو حصل مشكله وما اشتغلش معايا، كونسول لوج وقول لاجاكس لود دوت مثلا ان هو دونت نوت ما اشتغلش، نوت ورك ما اشتغلش معايا، عشان اشوفه في الكونسول بتاعي. يعني انا لو جيت هنا على سبيل المثال ابدا اشوف لو مثلا ما اشتغلش معاك هنا في الكونسول بتاعك، هيروح جايب لي مسج كده معينه يقول لي خد بالك ان الكونسول بتاعك مش شغال وفي مشكله ما حصلت معاك. طيب كلام جميل يا باشمهندس وامورك كلها تمام وزي الفل. طب نعمل كنترول اس ونشتغل، بس في جزئيه تمام. ايه هي؟ تعالى كده نشوف ونجرب، نعمل ريفريش ونقول له البنك العربي. ده البنك العربي عرف البطاقات الائتمانيه بس يا باشمهندس، ده ما جابش حاجه تانية. طب لو قلت له البنك الاهلي، ده حول القروض الشخصيه. طب انا عايز اضيف حاجه تبع البنك تاني، يعني مثلا البنك العربي عايز اضيف حاجتين جواه. طيب تعالى نروح على مثلا نقول له المنتجات، نقول له هنا اضافه مثلا، نقول مثلا القيود المتعثره مثلا على البنك العربي. اذا البنك العربي فيه دلوقتي حاجتين. كلام جميل يا باشمهندس، يعني الراجل ده وهو بيضيف فاتوره المفروض لو اختار البنك العربي يجيب له حاجتين، مظبوط ولا مش مظبوط؟ لو ما جابش يبقى في مشكله تانية عندك. طيب اضافه فاتوره، كلام جميل، قلت له هنا البنك العربي، قال لي البطاقات العقاريه والقيود المتعثره دول اللي يخصوا البنك العربي. طب لو سمحت يا بنك اهلي كده، كده اختلف الكلام والامور بقت زي الفل يا باشمهندس، وكده عارف المنتجات وعارف كل حاجه. اذا دلوقتي انت حديت من خطأ فادح ممكن يحصل. الراجل ده تخيل راح مختار البنك الاهلي ولو كل الدنيا دي سايحه، راح مثلا كاتب القيود المتعثره مثلا، مثلا القروض المتعثره مثلا، تمام؟ القروض المتعثره ده اصلا تبع البنك العربي، والراجل ده بالغلط كده راح كاتب البنك الاهلي لو في اي حاجه، ما فيش اي حاجه هنا، وراح كاتب ايه؟ القروض المتعثره. دخلت الدنيا في بعضها، والراجل بتاع الداتا انتري اللي بيدخل ما عندي الداتا دخلها بالغلط. تيجي ساعتها يبقى السيستم بتاعك مش سيستم بيفيد المستخدم. انا قلت في الاول الدرس السيستم بتاعك لازم يفيد المستخدم بتاعي. طيب كلام جميل، انتهينا من الجزئيه ديت، انتهينا من الجزئيه دي. طيب في تريكه تانية هنعملها النهارده. انا قلت لك في بدايه الدرس الدرس مفيد جدا، ليه؟ في تريكات حلوه انت بعدين في اي بروجكت ممكن يعني تقدر تستخدمها، مش شرط تستخدمها بنفس الاسلوب ونفس الطريقه دي. طيب قلت لك ان البرنامج او السيستم بتاعنا اللي احنا هنعمله هو سيستم يخص شركات تحصيل الديون. طيب فكره شركات تحصيل الديون ايه؟ هو دلوقتي مثلا حصل للبنك العربي، مثلا احنا في البنك الاهلي القروض الشخصيه الشهر ده مثلا هو حصل لهم مثلا وليكن سي 50000. كلام جميل. طيب عمولته على 50000 دلت مثلا بيبقى مثلا وليكن سي مثلا نقول 18000، او مثلا قول مثلا 10000. طيب هو حدد عمولته منين والكلام ده كله؟ لان بيبقى في اتفاقيه بين العقد بين البنك وبين شركه التحصيل. شركه التحصيل بتقول له خد بالك القروض الشخصيه دي لو انت حصلت لي ليك نسبه فيها 8%. طب كلام جميل، الراجل ده 50000 في 8% اذا بيعرف عمولته كام، هو عارف عمولته كام وخلاص. طب ليه يا باشمهندس ما تحدد لي هنا نسبه العموله والكلام ده كله؟ نسبه العموله احيانا في شركات التحصيل بتبقى مختلفه، يعني ممكن مثلا الشهر ده البنك ده يحسب له 8% 9% 2% 4%، فانت اشتري دماغك وخلي السيستم، خلي الداتا انتري هو اللي يظبطها. الراجل هنا دلوقتي مضمون الكلام، انا عايز دلوقتي الراجل ده حصل 50000، ادي 1 2 3 حصل 50000، عمولته كام من 50000؟ عمولته مثلا وليكن سي مثلا 8% اللي هم مثلا سي مثلا بيعادلوا مثلا 15000 ريال، 1 2 3 ادى 15000 ريال. طيب احيانا البنك عنده بيعمل خصومات، يعني ايه؟ بيخصم من عمولتك ازاي؟ انت احيانا حصلت مثلا 50000
بس ما حصلتش التارجت اللي البنك طالبه منك، فعمولتك 15000، فالبنك يقول لك خد بالك لو انت ما حصلتش التارجت سي مثلا هخصم منك مثلا 2% من عمولتك، سي مثلا ال 2% من عمولتك دي طلعت مثلا وليكن سي مثلا 3000 ريال. طيب يبقى الصافي بتاعك كام دلوقتي؟ الصافي بتاعك فعليا اللي انت هتستلمه من البنك كام؟ كام؟ 12000 ريال. طيب كلام جميل يا باشمهندس، اذا دلوقتي انا بطالب البنك بكام؟ ب 12000 ريال، ممتاز. بس وانا بطالب البنك انا باخد ضريبه على ال 12000، انا كده كده اوريدي انا باخد ضريبه من البنك، عشان اصلا في بعدين بقى كده نرجع بقى لشغل حسابات وحاجات زي كده فيما بعد، بيبقى عندي حاجه اسمها الزكاه والدخل، بيبدا احسب الضريبه واديها للدوله والبنك بيدي للدوله، يعني مضمون الكلام كلنا بناخد من بعض، انا باخد منك ضريبه عشان اديها للدوله، والبنك بياخد من مثلا العميل عشان يدي للدوله، فهتلاقي الدنيا كلها داخله في بعضها. فانا قلت للبنك مضمون الكلام يا بنك، انت دلوقتي انا حصلت منك 50000، كلام جميل، اذا عمولتي 15000 ريال، انت خصمت مني يا بنك كام؟ 3000 ريال. اذا انا ليا كبنك ليا كشركه تحصيل ديون ليا 12000 ريال عند البنك او 12000 جنيه. طيب كلام جميل، هل انت هتاخد ال 12000 جنيه بس؟ لا، انا هاخد ال 12000 جنيه زائد ضريبه القيمه المضافه على حسب الدوله. ضريبه القيمه المضافه احيانا مثلا في مصر تقريبا على حد علمي 13% 14% حاجه زي كده، في السعوديه دلوقتي حاليا 15%، مش عارف ايه 10% 3%. فانا عايز اقول للبرنامج مضمون الكلام، عايز اقول للبرنامج اول ما اقول له مثلا ضريبه القيمه المضافه 5%، هو الراجل اوتوماتيك كده يروح عامل لعبه، يروح عامل ايه؟ يروح شايف الرقم ده اهو ناقص الرقم ده اهو، ويقول لي قيمه الضريبه كام والاجمالي شامل الضريبه كام. طب انت عملت التريكه دي يا باشمهندس؟ اقول لك ليه، انا مش عايز ارقام محاسبيه، المحاسب او الشخص اللي هيدخل البيانات ما يلعبش في الحاجات دي، يعني ما يقدرش يحط قيمه الضريبه بمزاجه وما يقدرش يحط الاجمالي بمزاجه، هو الاجمالي هيطلع له بناء على البيانات اللي دخلها. طيب تعال نفهمها اكتر ونعملها، تعال نفهمها كده ونعملها بالكود بتاعنا، ومن هنا هنفهم القصه ازاي. نقول له مثلا جيت فات، طبعا انا قلت لك ان شاء الله الملف ده كله برفقه لك بالكامل، وبس انا عملته اختصارا للوقت يا جماعه، بس عشان الوقت، عشان نكتب الاكواد ديت هتاخد وقت طويل جدا جدا جدا. طيب هنا اول جزئيه، انا عملت جافا سكريبت عادي خالص، كود جافا سكريبت، عملت بابليك، عملت فانكشن اسمه ماي فانكشن مثلا، اسميه ايا كان اللي يخطر على بالك، ماي فانكشن، ماي اي ابن لازم، انت سميت الاسم بتاعك، وعملت اربعه فار هنا، عملت فار اسمه اكونت اماونت كوميشن، ايه الاماونت كوميشن ده؟ وقلت له ان عايز عندي هتعمل جيت اليمنت باي اي دي الاماونت كوميشن. فين الاماونت كوميشن ده يا باشمهندس؟ انا عايز اشوفه، ايه هو الاماونت كوميشن ده؟ اللي هو ده، تعالى الاماونت كوميشن اللي هو مبلغ العموله اهو، اماونت كوميشن، انا بقول له انت عايز، انا عايزك تجيب لي الاماونت كوميشن، تجيب لي القيمه اللي جواها. طب انت ليه يا باشمهندس ما خدتش هنا؟ انا ما باخدش هنا لان البنك اصلا خلاص انا حصلت 50000، انا كده عارف انا كشركه تحصيل ديون عمولتي كام من 50000؟ اه والله عمولتي 25000، اذا البرنامج بتاعها هيبص على دي، مش هيبص على دي، خلاص هو مبلغ التحصيل ده مش هيبص عليه، هو هيبص على مبلغ العموله. طيب كلام جميل، اول حاجه راح رايح على مبلغ العموله، خد القيمه بتاعتها الفاليو اللي جواها، خد ال 25000. طب كلام جميل، وبعد كده هتعمل ايه تاني؟ هتروح هنا بعدين هتعمل فار اسمه ديسكاونت، جيلمنت مثلا جيت اليمنت باي اي دي الديسكاونت، فين الديسكاونت يا باشمهندس؟ تعالى هنا عندي حاجه اسمها الخصم، اهي عندي حاجه اسمها الخصم اللي هي دي، الخصم ده انا عايزك تشوف القيمه اللي بتاعتها. طيب هو في جزئيه يا باشمهندس، ايه هي؟ انت ليه مثبت صفر هنا اصلا كده؟ ليه انت عامل صفر هنا؟ لان انا عايز الفاليو بتاعه او القيمه الافتراضيه الديفولت بتاعه يبقى صفر. ليه؟ لان في الداتا بيز لو انت ما تيجي تحفظ قيمه مثلا بتدخل مثلا بانتجر مثلا او بتدخل بارقام ديسمنال او الكلام ده كله، ما ينفعش تدخل فاضيه، وهتدخل بقصه طويله بقى وموال والكلام ده كله. فانا بقول له الديفولت بتاعه زيرو، لو ما احيانا ممكن البنك ما يخصمش عليك، يعني الراجل ده حصل 50000 عمولته 25000، خلاص هو البنك ما خصمش عليه، الراجل ده حقق التارجت بتاعه فبالتالي ما عليهوش خصومات من البنك، خلاص اوكي، يبقى الديفولت بتاعي يدخل زيرو على طول، ما يدخلش فاضي كده، فاضي كده يدخل يعمل معاك مشكله ويسبب معاك مشاكل. طيب انا قلت له خد القيمه اللي جوه هنا، تمام، انا قلت له خد القيمه اللي جوه الخصم. طيب كلام جميل، خد القيمه اللي جوه الخصم، اخد القيمه اللي جوه الخصم، ادي اول جزئيه، يبقى كده الجزئيه الاولى والجزئيه الثانيه. وبعد كده عندك حاجه اسمها ريت فات اللي هي اختصار مثلا نسبه الضريبه، عندك هنا
اللي هي النسبة دي، خد القيمة بتاعتها بقى النسبة 5% 10% 3% 2% الكلام ده كله. طيب وبعد كده خد القيمة اللي جوه حاجة اسمها فاليو فات اللي انت هتجيبها لي، القيمة دي اللي هي اللي هتظهر في القيمة اللي ضربتها القيمة المضافة دي، الاي دي بتاعها اهو الفاليو فات. كلام جميل. انت خدت القيم دي، طيب بعد ما خدتها انا كده عندي القيم دي 3، قلت له بعد اذنك هتعمل لي كمان متغير. طبعا احنا بنشتغل جافا سكريبت يا جماعه دلوقتي، فكلمه فار يعني اختصار لكلمه ان انا بعمل فاريبلز، تمام؟ انما في البي اتش بي او الكلام ده كله بعمل علامه الدولار ساين. انا بقول له فار هتعمل لي اماونت كوميشن تو، سمي برضو بص الفاريبل سميها كيفما تشاء براحتك. قلت له دي هتساوي ايه؟ هتساوي كوميشن، يعني هتساوي مبلغ العموله ناقص الديسكاونت. طب كلام جميل، هو فهم دلوقتي ان الفاريبلز ده هيساوي ايه؟ مبلغ العموله ناقص الديسكاونت. طب كلام جميل. قلت له حاجه هنا اوف اف الطيب اوف، لو الطيب بتاع اللي هو العموله اندفايند فاضي انا عايزك تطلع له رساله. يعني ايه؟ تعالى كده نعمل ريفريش. تخيل كده انا بقول للبرنامج انا عايزك تحسب لي حسبه يا برنامج، طب انا بحسب بناء على ده صح؟ طب هو فاضي اصلا، هو مش شغال، انا عايزه دلوقتي لما يجي يعمل كده شوف لاحظ راح اظهر له رساله بقول له ايه؟ يرجى ادخال مبلغ العموله. ما هو ما ينفعش اصلا، انا هحسب لك بناء على ايه؟ انت بتقول لي دلوقتي هتاخد القيمه دي ناقص القيمه دي في القيمه دي على 100 وتجيب لي كل الكلام ده صح؟ طب القيمه دي اصلا فاضيه مش شغاله، في الحاله دي انا اعمل ايه؟ اقول له هنا لو التايب بتاعت الكوميشن بتساوي اندفايند يعني فاضيه ما فيش فيها اي حاجه، اعمل لي الارت كده بالجافا سكريبت، قول لي الارت يرجى ادخال مبلغ العموله. كلام جميل. ايلس والا، طيب انا لقيت فيها قيمه هعمل فار تاني اسمه مثلا انتجر ريزلت، مثلا هقول له ادميشن اللي هو اماونت او اماونت كوميشن تو اللي هو ده اللي هو ايه؟ اللي هو العموله ناقص الايه؟ ناقص الخصم. قلت له العموله هتاخد ده اللي هو دهوت في القيمه اللي جايه لك من نسبه، النسبه بقى اللي جايه لك ايه؟ 5% 10% على 100. طب كلام جميل. بعد كده اعمل فار تاني اللي هو ريزلت 2 مثلا، هتعمل مثلا الريزلت 1 اللي هي دي زائد الكوميشن اللي جاي لك. كلام جميل. وبعد كده تعمل متغير تالت اسمه مثلا سم، مثلا ده القيمه، وهتقول له مثلا انا عايز الريزلت تو فيكس تو، انا عايزه يعمل لي ديسمنال اللي هي مثلا علامات بقى العشريه والحاجات دي كلها. نفس القصه بالسم توتال اللي هو الاجمالي. بعد ما عملت الكلام ده كله هتعمل جيت، هتعمل دوكمنت اليمنت اللي هي الفاليو ريت، هتقول له دوت فاليو هتساوي القيمه اللي جت من القيمه بتاعت الضريبه، يعني قيمه الضريبه هتساوي بعد ما عمل كل العمليات المحاسبيه حط لي قيمه الضريبه جوه فين؟ جوه الفاليو. وبعد كده حط لي جوه التوتال السام توتال، يعني الحاجات اللي جت من التوتال. كلام جميل. انا عارف ان هي صعبه عليك بس لما نعملها عمل قدامك هتفهمها. طيب احنا كده يا باشمهندس امورنا كلها تمام. على فكره الدرس النهارده قلت لك درس شيق جدا 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 ومهم جدا قوي. طيب انا هنا دلوقتي قلت له البنك العربي على سبيل المثال، قلت له القروض الشخصيه انا حصلت من للبنك مثلا السنه الشهر ده 50000، ادي 50 1 2 3. كلام جميل. انا كشركه تحصيل عارف ان ال 50000 مثلا عملت فيهم مثلا وليكن 19000 ريال. طيب كلام جميل. بس البنك انا كده ما حصلتش، فالبنك قال لي خد بالك لا ال 19 دوت انا هخصم منك ومنهم 2000. طيب اذا دلوقتي حسبتي هتتلعب على ايه؟ هتتلعب على كام؟ ها سامعك بتقول هتتلعب على كام؟ على كام؟ على 18000. طب كلام على 17000. كلام جميل. اذا دلوقتي ضريبتي القيمه المضافه هتتحسب على 17000 ريال. طيب لو قلت له مثلا في 5% لاحظ لاحظ ايه اللي تم. احنا هنا دلوقتي انت كان ليك كام؟ سيبك من اللي دول ما تبصش عليهم، ما تبصش عليهم خالص خالص نهائيا. انا هنا دلوقتي عملت مبلغ التحصيل 50000 ريال. كلام جميل. وانا كشركه تحصيل ديون عارف ان العموله بتاعتي منهم 19000 ريال، بس البنك قال لي وقف خد بالك ال 19000 دولار انت عليك خصم منهم 2000 لانك ما حققتش ليا التارجت مثلا. اذا دلوقتي انا هحاسب البنك كام؟ على 17000 ريال. بس وانا بحاسب البنك انا ليا ضريبه عند البنك يديها لي. طب هيديني على ال 19 ولا هيديني على ال 50 ولا هيديني على ال 2000 ولا هيديني؟ هيديك بعد الخصومات. الضريبه دايما يا جماعه بتتحسب بعد الصافي. يعني انت مثلا دلوقتي نفرض على سبيل المثال ان انت رحت اشتريت النهارده مثلا حاجه ب 1000 جنيه، بس وانت بتشتري الحاجه ديت بال 1000 جنيه المحل عمل لك ديسكاونت مثلا 50 جنيه.
انت لما تيجي تدفع ضريبه تدفع على ال1000 ولا تدفع على 950؟ تدفع على 950، انت بتدفع على صافي المبلغ مش على الاجمالي، انت بتدفع على الصافي. طيب احنا هنا في حركتنا الصافي بتاع كام؟ انت كان ليك 19 عند البنك، بس البنك خصم مني 2000، اذا انا ليا 17000 ريال عند البنك او 17000 جنيه. بس في نقطه يا بنك لو سمحت، انا عندي نسبه الضريبه 10%. طيب ال 10% دولت يعني كام يطلعهم؟ يطلعوا قيمه الضريبه 1700 ريال. طب كلام جميل، يبقى 17000 ريال او 17000 جنيه زائد 1700 يقول لي الاجمالي بتاعك كام؟ 18700. انا كده يا بنك يا اهلي او يا بنك عربي بطالبك ب 18700 ريال. ادي فكره الفواتير يا جماعه. طيب كان ممكن اخلي المحاسب او الشخص اللي هيشتغل يكتب الكلام ده كله بايده. طب هو تخيل كده بس جزئيه تركايه، هو لو كتب الكلام ده بايده ايه اللي يحصل؟ انت كده برنامجك ملوش اي لازمه، ملوش اي قيمه تماما، انت بتخلي الراجل يكتب كل حاجه. انت هنا في الاقسام خليته يتعب نفسه ويقعد يدور على المنتجات اللي تخص القسم، هنا خليته في المبلغ العموله والخصم يبدا هو يكتب بايديه، خليته يكتب النسبه ويبدا يحسب على الكالكوليتر. لا انا مش عايزه يحسب على الكالكوليتر بره خالص، ما يحسبش نهائيا. ليه ما يحسبش؟ انا عايز انا البرنامج بتاعي هو اللي يعمل الكلام ده كله، تركات البرنامج هي اللي تفرق معايا. طيب نجرب حاجه تانية يا باشمهندس. انا الراجل ده مثلا حصل مثلا 30000، عملتهم ال 30000 10000 ريال مثلا او 10000 جنيه. طيب الراجل ده ما خصمش حاجه، طيب تعال نجربها من غير خصم. طيب انا كده بطالب البنك بكام؟ لو ده صفر خلاص يبقى انا بطالب البنك ب 10000. طيب نسبه الضريبه 5%، ال 5% من ال 10000 كام؟ 500 ريال او 500 جنيه. راح اول ما قلت له هنا 5% قال لي ال 5% من ال 10000 يعني 500 ريال او 500 جنيه. اذا انت الاجمالي شامل الضريبه 10500. تروح انت قايل للبنك كده يا بنك انا بطالبك ب 10500 جنيه او 10500 ريال. كلام جميل؟ كلام جميل. هنا انتهينا من الجزئيه ديت. انا عارف ان الجزئيه ديت يمكن تكون صعبه على بعض الناس، بس صدقني مهمه جدا جدا جدا، وهصدقني عمليات الحسابيه يعني انت هتستفاد بيها بعدين بعدين في اي بروجكت هتعمله. لا يمكن الاستغناء عن العمليات المحاسبيه يا جماعه في اي برنامج هتعمله في حياتك، لازم هيكون في معاملات محاسبيه كاونت وصم والكلام ده كله. طيب نشوف بس وقت احنا وصلنا ايه، وقت 36 دقيقه. طيب باقي لنا شويه حاجات كده نقولها وان شاء الله نبدا الشغل الجديد من الدرس الجاي ان شاء الله. طيب انا عارف ان انا بطول عليك شويه وبطول فيديوهاتي لسبب واحد، عشان يا جماعه انا قلت لك الكورس بتاعي عايزك بقدر المستطاع تستفاد على قد ما تقدر. مش شرط انا كان ممكن اقول لك 5 دقايق واعمل لك الاكواد واظبطها لك وارتبها لك واعمل لك الفيديو في 10 دقايق او في ربع ساعه، بس ما فهمتكش التركات اللي بتحصل والحاجات اللي جوه، لازم اشرح لك بالتفصيل الممل. يمكن دي حاجه ممله بالنسبه لي، ما عنديش مشكله، بس صدقني بتستفاد منها، بتفهمها اكتر. وانا قلت لك في بدايه الكورس بتاعي افهم قد ما تحفظ، افهم اكتر ما تحفظ. انا مش عايزك تحفظ ليه؟ لان انت اصلا بعدين لما توصل لمرحله الفهم، فبالتالي خلاص انا فاهم الاليه ماشيه ازاي، فحسست من البرنامج زي ما انا عايز والعب زي ما انا عايز واحط اللي انا عايزه. لكن لو انا حفظت، انت خلاص يا باشمهندس سمير بيشرح طريقه 1 2 3 4، انا حفظت 1 2 3 4، لو دخلت مثلا اتطلب منك بروجكت مثلا بطريقه 5 6 7 انت مش هتعرف تعمله. ليه؟ لان انت حافظ طريقه 1 2 3 4. طب تخيل كده لو انت حافظ الجزئيه وفاهمها، فاهم اللعبه بتحصل ازاي. طب خلاص انا فاهم الجزئيه، عايزها ب 5 6 7 اعمل لك، ب 3 4 2 1 اعمل لك، اعمل كيفما تشاء. ليه؟ انا فاهم الجزئيه وفاهم اللعبه بتحصل ازاي. طيب النهارده احنا عملنا كل التريكات ده، يتبقى عندنا حاجه واحده بس. انا عايز الراجل ده وهو بيعمل فاتوره يبدا عندي يعمل حاجه اسمها ايه؟ مرفق. انا عايز الراجل ده يضيف مرفق معايا. طيب وحدد له براحتك هنا في الفاليديشن، حدد له الراجل ده ما يقدر يضيف بي دي اف، جي بي جي اي مثلا، جي بي جي بي اف، مش عارف ايه، بي ان جي، يقدر يضيف اكسل، يقدر يضيف وورد، يقدر مش عارف ايه. انت اختار الفاليديشن اللي يريحك وحطه له هنا. ليه؟ عشان انبه المستخدم، ما اقعدش يعني ما اغفلش المستخدم هو شغال. تخيل لو هنا دي مش محطوطه كده خالص، وانا بقول في الفاليديشن الراجل ده بيتعامل مثلا بي دي اف، الراجل ده قاعد يكتب ويتعب في نفسه، ومثلا ارفق هنا مثلا على سبيل المثال، ما ارفقش بي دي اف، ارفق صوره مثلا، وراح عامل عمليه حفظ، راح على الكنترولر، الكنترولر لما عمل فاليديشن قال له لا والله، راح راجع له برساله ايرور قال له لا خد بالك ان المفترض يكون عندك بي دي اف. يبقى انا كده في الحاله دي بغفل المستخدم، مش بوضح له الامور، لا انا بالبدايه كده ايه بقول له خد بالك يا مستخدم، الصياغه المعينه اللي انا بعتمدها لك هي دي، عشان سيادتك لو دخلت حاجه غيرها ما يبقاش انا ضحكت عليك وارجع لك برساله غلط اقول لك خد بالك انت شغلك مش مظبوط، الحاجات اللي بتقدر ترفقها هي فلان وفلان وفلان. طيب اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندس واعمل عمليه حفظ؟
في اللحظة دي أنا أول جزئية في قائمة الفاتورة دي أنا هلعب على 3 تريكات. إيه هما الـ3 تريكات؟ أنا أول جزئية عندي 3 جداول دلوقتي. أول جدول هيحفظ لي في جدول اسمه جدول انفويسز. كلام جميل يا باشمهندس، اللي هو هنا. أداة واحد حفظ في جدول انفويسز، هيحفظ في حاجة تانية اسمها جدول انفويسز ديتيلز. أداة جدول تاني. وتالت حاجة هيحفظ في حاجة اسمها الاتاتشمنت اللي هي الموافقات. طب يا باشمهندس معلش فهمني كده واحدة واحدة، أنت بتعمل الكلام ده ليه؟ ليه الـ3 جداول أو الكلام ده كله؟ ما أنا عايز يعمله في جدول واحد بس يا باشمهندس، أنت ليه مصر تتعبني معاك في الكورس وتقعد تعمل لي في جدول وتعمل لي في علاقات وتعمل لي في مويل والكلام ده كله؟ ليه يا باشمهندس بتتعبني؟ ريحني. أنا كده بريحك مش بتعبك. ليه؟ أنا قلت لك في جزئية من الأوقات، أنا دلوقتي على سبيل المثال أنا عندي مثلا هنا في قائمة الفواتير هنا مثلا فاتورة. الفاتورة دي مثلا بتخص البنك الأهلي، دلوقتي هي مثلا غير مدفوعة. أنا عايز أعرف الديتيلز اللي تم على الفاتورة دي. عايز لما أضغط على الفاتورة يقول لي خد بالك الفاتورة دي كانت غير مدفوعة يوم كذا كذا، وبعد كده تم عليها عملية دفع يوم كذا. طب هو هيجيب الحاجات دي منين؟ بالمنطق كده. هو هنا في الصفحة دي بيعرض لي الحالة الحقيقية بتاعت الفاتورة اللي وقتنا هذا. الفاتورة دي مدفوعة، اتدفعت دلوقتي، اتعمل ابديت. اذا دلوقتي مثلا اتعمل ابديت في جدول الانفويسز هنا، بس الديتيلز بتاعت الفاتوره فين؟ اجيبها منين يا باشمهندس؟ لازم اعمل جدول تاني اسمه انفويسز ديتيلز. الانفويسز ديتيلز ده هيكون كل حاجه تتعلق بالفاتوره. اول ما الفاتوره تتضاف بالبلدي كده، الفاتوره دي لما انا اجي اضيفها، انا جيت دلوقتي عملت عمليه حفظ وقلت له احفظ، هيروح رايح على جدول الانفويسز العادي هيضيف الفاتوره اسمها غير مدفوع، ويروح رايح على جدول الديتيلز يضيف الفاتوره برضو، بس هيبقى في علاقه ريليشن شيب هنتكلم عنها دلوقتي. يضيف الفاتوره، ادي كده 1 2 حصل حركتين. ولو في عندي مرفقات يا باشمهندس هياخد اللينك بتاعي اسم المرفق ويضيفه في الحاجه في الاتاتشمنت. طب معلش يا باشمهندس لو سمحت ابعدني كده دلوقتي عن المرفقات وفهمني الجزئيه الاولانيه. طيب احنا دلوقتي حفظنا فين؟ حفظنا في جدول الانفويسز، وبعد كده هنحفظ في جدول الديتيلز بتاع الانفويسز. خلاص هو كده حفظ الحركتين، حركه في الانفويسز وحركه في الديتيلز، في الديتيلز انفويسز. طب كلام جميل. الوقت الفاتوره فينا يا باشمهندس اول ما بتتعمل بتبقى غير مدفوعه. طب كلام جميل يا باشمهندس. بعدها بثلاث اربع ايام يا باشمهندس الفاتوره دي اتدفعت، البنك راح مكلمني كشركه تحصيل، سلام عليكم شركه تحصيل، احنا نزلنا لكم الفاتوره بتاعتكم اتاكدوا منها. خلاص دخلت المحاسب، دخل على البنك اتاكد تمام، اروح انا داخل على السيستم بتاعي اغير الحاله بتاعت الفاتوره من غير مدفوعه الى مدفوعه. في اللحظه دي بقى هيحصل تركتين. ايه هي؟ هيروح على جدول الانفويسز العادي يشوف الفاتوره يعمل لها ابديت، بس هو هيحدث الحاله بتاعت الفاتوره. هيحدثها فين؟ هيحدثها في جدول الانفويسز. يعني اول ما الراجل يفتح جدول الانفويسز كده يقول له الفاتوره بحالتها دلوقتي بقت مدفوعه، ويروح عامل انسيرت في جدول الديتيلز بمدفوعه. اذا دلوقتي الفاتوره في جدول الديتيلز بقت بحركتين، غير مدفوعه ومدفوعه، بس في جدول الانفويسز العادي غير مدفوعه بس دلوقتي. طبعا انا بشرح لك بس جزئيه نظريه، ان شاء الله لما نشتغلها عمل هتفهمها، بس انا بايه بديك فيدباك عن الكلام ده كله. طيب عشان نعمل الكلام ده كله هنعمل تيبل عندنا النهارده. ايه هو التيبل؟ التيبل عندنا سهل وبسيط جدا. تعالى كده هندخل على حاجه اسمها invoices details مثلا، عايزين نعمل التيبل ده. طيب كلام جميل، تعالى كده بس ايه ندخل هنا نختصر بس على وقتنا، ندخل هنا في الاكواد بتاعتي. انا عايزك هنا تعمل لي حاجه اسمها details invoices. كلام جميل، تعالى كده ناخد الكود بتاعنا هنا. احنا اتعلمنا جزئية، اتعلمنا جزئية. ايه الجزئية؟ اتعلمنا ان احنا يكون عندنا حاجة تعمل لي كنترولر وتعمل لي موديل وتعمل لي حاجات زي كده. طيب كلام جميل، هاخد الكود البسيط ده اختصارا الوقت على نفسي. انا هنا عندي هقول عندي حاجة اسمها invoices control details، وقال له MCR شرحناه قبل كده. كلام جميل، انا دلوقتي عايز اكريت تيبل. طب تعالى نقفل بس الكلام ده كله عشان ايه نفهم الفكره ده كله. انا عايز كريت التيبل، هفتح التيرمينال بتاعي تمام، هقول له هنا كريت للتيبل بتاعي. ثواني بس التيرمينال يفتح معايا، قلت له هنا لو سمحت انا عايزك تكريت لي تيبل.
قلت له بي اتش بي ارتيزان ميك موديل اسمه انفويسز ديتيلز، من نوع هتعمل لي اول شيء مايجريشن، وبعد ما تعمل لي مايجريشن تعمل لي كنترولر من نوع ريسورس ونفذ لي الكلام ده كله. طبعا التنفيذ الكلام ده كله ممكن يحصل معاك لغايه الفجر ان شاء الله، هنصلي الفجر ونركب. بياخد وقت مثلا، ممكن على حسب الجهاز، على حسب الامكانيات، على حسب النت، على حسب حاجات كتير بيتحدد الكلام ده كله. هو دلوقتي بيقول لي موديل كرييتد سكسسفولي، هو دلوقتي كريت لي موديل اسمه انفويسز كنترولر. هنا لو انا رحت هنا دلوقتي على الاتش تي تي بي، على الاتش تي تي بي هلاقي عندي حاجه اسمها ايه، انفويسز ديتيلز، اهو هو كريته لي، كريت لموديل هنا، كلام جميل، بس الى الان ما عمليش كرييت للمايجريشن ولا عمل لي جدول او الكلام كله. فانا هوقف بس الفيديو يا جماعه لغايه ما يعمل بس كرييت للتيبل، وبعد كده ارجع لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم مره ثانيه كده، خلاص هو تمام عمل كرييت، هنا قال لي كرييت مايجريشن، وعمل لي كنترولر كرييت سكسسفولي والكلام ده كله. طيب تعال نقفل الكلام ده كده ونشوف هو عمل ايه. اول حاجه احنا قلنا خلاص هو عمل موديل تمام، هنروح على الاتش تي تي بي، هنروح على الكنترولر، عندي حاجه اسمها انفويسز ديتيلز كنترولر، خلاص هو عمله لي من نوع ريسورس، كلام جميل. ومفترض دلوقتي لو رحت على الداتابيز هلاقي في المايجريشنز عندي حاجه اسمها انفويسز ديتيلز اهيت، هو كريتها لي هنا تمام كل شيء بس فاضله. طيب عشان انا دلوقتي اعبي الحاجات اللي جواها هروح على الانفويس، بس اختصارا للوقت جبت الايه الحاجات اللي انا عايزها وهنشرحها. اجي هنا اقول له حط لي ده. طيب. نشرح الكلام ده كله، نشرحه الكلام ده كله، يلا تعالى. هو دلوقتي في الانفويسز ديتيلز ده هيكون موجود فيها ايه؟ هيكون موجود فيها الاي دي، طب كلام جميل، وهيكون اساينت من بيج انتجر اسمه اي دي انفويسز، اللي هي الاي دي بتاع الفاتوره الام او الفاتوره دي، الفاتوره الرئيسيه. انا قلت لك لما اضغط هنا واعمل عمليه حفظ، هو دلوقتي هيحفظ في جدولين، اول حاجه هيحفظ في جدول اللي هو جدول الانفويسز الطبيعي، وهيحفظ في جدول تاني اللي هو جدول ايه، اللي هو جدول الديتيلز انفويسز، كلام جميل. فانا عايزه ياخد الاي دي معاه ليه؟ عشان لما اروح على جدول الديتيلز واجي ابحث ابقى انا عارف الفاتوره وعمليه الربط، واتكلمنا عنها في عمليه الريليشن شيب، كلام جميل. قلت له انا عايزك تاخد الاي دي بتاع الفاتوره بتاعتي، وهتاخد الانفويسز الانفويس النمبر، واديته الفاليو 50، انت ضيفه كيف ما تشاء من نوع سترينج. وقلت له عندك حاجه، في حاجه اسمها فورين كي، الاي دي انفويسز ده ريفرنس، هيعمل ايه؟ هيعمل ريفرنس، يعني هيشاور على الاي دي اللي جوه الانفويسز. وقلت له اون كاسكيت اون ديليت كاسكيتد، يعني لما امسح الفاتوره الام من الجدول الفواتير دايركت على طول من الديتيلز امسحها لي، ودي شرحناها اكتر مره فهمنا الفكره بتاعتها. الخطوه اللي بعد كده قلت له عايزك تاخد المنتج وتاخد السكشن اي تمام، وبعد كده هتاخد حاجه اسمها الستاتس اللي هي مثلا مدفوعه غير مدفوعه، والفاليو ستيت اللي هي مثلا لو مدفوعه واحد ولو مدفوعه غير اثنين او الكلام ده كله. طب ليه يا باشمهندس انت بتعمل واحد وبتعمل اثنين والكلام ده كله؟ عشان في وقت من الاوقات لما اجي اعمل عمليه استعلام اقول له مثلا سيلكت فروم مثلا جدول الانفويسز مثلا، لما الفاليو ستاتس مثلا بتساوي واحد فخلاص هو يعرف بتساوي واحد يبقى دي فواتير غير مدفوعه، بتساوي اثنين فواتير ايه؟ مدفوعه مثلا. كلام جميل. وبعد كده قلت له عندك حاجه اسمها التكست اللي هي النوت، يعني لو في اي ملاحظات على الفاتوره حطها له، وقلت له نال يعني ممكن ان هي تقبل تكون فاضيه، كلام جميل. وبعد كده عملت حاجه تانية سترينج اسمه يوزر، انا عايز في وقت اوقات لما ابقى لما خليه بقى شغلك بقى احترافي وشغل السيستم احترافي، انا عايز اعرف مين اللي ضاف الفاتوره، المستخدم فلان الفلاني مين اللي ضافها. تخيل كده انت بتشغل البرنامج ده في شركه تحصيل ديون فيها مثلا اربع او خمس اشخاص بيدخلوا الفواتير، تخيل بقى لو الفاتوره مش معروفه مين اللي دخلها، تخيل بقى لو حصل مشكله في الفاتوره كل واحد هيرمي على التاني يقول لك لا فلان اللي عمل، لا انا ما عملتهاش انا، اصل مش عارف مين اللي عمل، لا انا ما دخلتش في الساعه الفلانيه. لا، في الحاله دي سيادتك وانت بتعمل كرييت للفاتوره وبتعمل حفظ هيجيب الاسم بتاعك، مين بقى اللي بقى احمد فلان مصطفى ابراهيم عبيد اي حد، هيجيب لي على طول الاسم بتاعه ويحطه لي جوه الديتيلز بتاعه. وحطيت له كولوم، حطيت له اللانس بتاع مثلا 300، ممكن واحد مثلا على السيستم مسمي نفسه محمد احمد ابراهيم علي مصطفى، تحس ان هو هيعمل هيطلع بطاقه على السيستم مثلا على سبيل المثال، يقول لك ضيفني باسم كده. ومع ذلك احنا ايه حطيناه عشان نبقى احنا في الامان. وبعد كده عملت تايم ستامب اللي هو عشان يعمل لي ابديت ايه ابديت ات وايه وكرييتد اد، كلام جميل. وعملت كنترول اس. طيب الوقت كده الحاجه بتاعتي اشتغلت خلاص ولا كده؟ لا لسه ما اشتغلتش. ليه؟ عندي هنا كود اسمه بي اتش بي
ارتزين مايجريت، اللي هو عشان ينفذ لي الكود بتاعي ويقول لي ان خلاص الكود بتاعك تمام وزي الفل واشتغل. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اقول له هنا بي اتش بي ارتزين مايجريت، في الحاله دي هو هيعمل مايجريت لجدول الديتيلز. طيب تعالى كده بس، ايه بيقول لي في خطأ هنا عندي، عشان في علاقه في الاي دي، بيقول لي ان في كان نوت كرييت تيبل انفويسز ديتيلز، ليه؟ عشان في مشكله في الاي دي. طيب طيب كلام جميل، تعالى كده نفهم جدول هنا، اتاكد بس من الجزئيه هنا دي، جدول اسمه انفويسز، اتاكد كده الجدول مكتوب غلط. طيب نفهم بس الجزئيه بتاعتنا، ده الاي دي تمام، وبعد كده قلت له هذا الاي دي هيعمل ريفرنس فين من الاي دي اللي في الانفويسز، تمام كلام جميل، والديتيلز. طيب اروح هنا على الاي دي هنا بس اتاكد بس الانفويسز تمام، هنا اتاكد ان الجدول مظبوط عندنا وكل شيء تمام، نعمل عمليه حفظ وكل تمام وزي الفل. طيب نجرب تاني، فين على التيرمينال بتاعنا ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب نعمل الحاجة التانية، ايه هي؟ قلت له انا عايزك تعمل لي بي اتش بي ارتزن مايجريت فريش، يعني اعمل لي فريش للتيبل بتاعي كله، طيرهم لي وكريته كده اما اشوف بس هيعمل ايه. برضه نفس القصة، عنده مشكلة مع الانفويسز كنترولر. عنده مشكلة مع الانفويسز كنترولر، هنا بيقول لي ان في مشكلة في الفورن كي بينهم. طيب ليه؟ طيب هوقف بس الفيديو يا جماعة عشان بس اشوف المشكلة فين، وبعد ما احلها هعرفك، بس عشان بس ايه اختصارا الوقت، عشان بس ايه ما نعطلش الفيديو ونخليه يحمل اكتر وقت اكتر، هوقف بس الفيديو ونشوف المشكلة بتاعته ايه. طيب ورجعت لكم تاني، عرفت الخطأ، بس المشكلة خطأ، يعني بص خطأ، يعني اقدر اقول لك خطأ هايف جدا 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 فوق ما تتخيل، يعني هو خطأ نسيان مش اكتر يعني. تمام، انا هنا دلوقتي في جدول انفويسز، لما كنت بعمل الاي دي بتاع الانفويسز كنت عامله كده، كنت عامله تعالى كده بس ايه نرجع، كان انكريمنتس، بس كان انكريمنتس، فكان عامل المشكله، فالحل الوحيد عشان تعمل الكلام ده كله فبقول له بيج انكريمنتس، ففي الحاله دي هو يبدا يعمل التيبلز بتاعي، يعني في جدول انفويسز روح هنا هتلاقي انت كنت عاملها انكريمنتس بس كده بالشكل ده، كان بالشكل ده كده هيديني مثلا خطا، لكن هي المفروض اصلا يكون بيج انكريمنتس، كلام جميل. طيب انا دلوقتي هنا عشان اعيدها لك تاني برضو، هنا قلت له بي اتش بي فريش، يلا خلينا ننظف القاعده البيانات بتاعتنا، هو كده دلوقتي مسح كل التيبل وعملها من اول جديد، مش مشكله يعني ايه، عشان كده ايه نبقى شغالين على نضيف زي ما بيقول. هو دلوقتي ابتدى يعمل مايجريشن، خلاص كلام جميل، هو دلوقتي عمل دروب اول، مسح كل الجدول وخلص تمام، وبعد كده عمل كل التيبلز تمام وزي الفل، وقال لي ان ايه كل حاجه سكسسفول تمام. طب تعال نروح على الداتا بيس بتاعتنا ونعمل ريفرش كده ونشوف هو حفظ ايه ولا ما حفظش ايه. طيب عمل هنا جدول انفويسز، كلام جميل، ده كان موجود قبل كده، وعمل جدول تاني اسمه انفويسز ديتيلز، وهنا اخذ الاي دي والاي دي انفويسز. طيب لو جينا نعمل هنا كده بقى نشوف ايه بقى العلاقات والكلام ده كله، في هنا علاقه اهي اللي الاي دي هيبقى ايه عند حاجه اسمها فورين كي مع جدول الانفويسز، اهو كلام جميل، في عندي حاجه اسمها فورين كي هنا موجود، كلام جميل. طيب انا كده كريت التيبلز بتاعي وكل شيء تمام، هيتبقى عندي تيبل واحد تاني نكريته بالمره عشان ايه نبقى ايه خلصنا الفيديو ده كله مره واحده. عندي جدول تاني اسمه انفويسز اتاتشمنتس اللي هي بتاعت المرفقات، تمام. انا عندي هنا على سبيل المثال هروح على الكود بتاعي اقول له هنا انا عايزك تعمل لي موديل وكنترولر وتيبل اسمه انفويسز اتاتشمنت، ليه؟ عشان في وقت من الاوقات هنبدا نعمل مرفقات وحاجات زي كده. طيب تعالى هنا كده زي الشاطر ونعمل اوكي،
خلاص هو كده دلوقتي كريت لي المودلز بتاعي. لو انا جيت قفلت الكلام ده كله وقلت له الاب، قال لي عندك حاجه اسمها انفويسز، انفويس اتشمنت، اللي هي بتاعت المرفقات بتاعت الفواتير، وتمام وزي الفل. وهنا راح قال لي ايه، قال لي هنا ان الجدول بتاعك الكنترولر تمام وكل شيء تمام. طب لو جينا نروح على هنا الاب اتش تي تي بي كنترولرز، قال لي انفويسز اتشمنت كنترولر تمام من نوع ريسورس، انزل هنا كده تمام وكل شيء تمام. نفس القصه في الموديل تمام، يتبقى عندنا بس الجدول. هنا هنروح على الداتابيز مايجريشنز، هلاقي عندي هنا حاجه، تعالى ننزل بس تحت كده عشان نشرحها. طيب تعالى نجيب الجدول بتاعنا اختصارا للوقت ونشوف عباره عن ايه. تعالى هنا زي الشطار كده نعمل كنترول اس تمام، اقفل التيرمينال بس عشان نشرح للناس. انا هنا في جدول انفويس اتاتشمنت هعمل ايه؟ اول حاجه هعمل اي دي عادي خالص، وبعد كده هعمل سترينج اسمه فايل نيم هياخد 999 حرف، وبعد كده المفروض المرفق ده هيكون معاه رقم الفاتوره. طب كلام جميل، ومن نوع وحطيت لها اللانس بتاعها 50، وعملت سترينج تاني حاجه اسمها كرييتد باي، انت سماها كرييتد باي سماها يوز، انا حاولت بس ان انا ايه اغير المسمى مش اكتر، مين الشخص اللي عمل الاتاتشمنت او مين اللي رفع الايه المرفق ده. وبعد كده عملت علاقه تانيه مع الاي دي بتاعت الفاتوره الام، لان انا عايز الفاتوره الاي دي بتاع الفاتوره الاصل. عملت ايه؟ عملت الريفرنس للاي دي اللي هي على ايه؟ اللي هي الفورين كي ريليشن شيب بتاعها. كلام جميل؟ طيب اجي هنا اكريت بس هنا من بره عشان يبقى احنا كده كريتنا كل التيبلز بتاعنا بتاعت النهارده. تعالى هنا لو سمحت نعمل هنا بي اتش بي مايجريشن، نشوف تمام هيعمل مايجريشن ولا يعمل خطا. ما عملش اي حاجه وما عادش هيعمل معاك اي حاجه، لان المشكله كانت في الاي دي بتاع الانفويسز، كان عندك حاجه اسمها بدل انكريمنتس اللي المفروض يبقى بيج انكريمنتس. كلام جميل. طيب عملنا هنا ريفريش عشان نشوف التيبلز بتاعنا اتكريت ازاي. هنا اتكريت عندي حاجه اسمها انفويسز اتاتشمنت، دي اللي هيكون فيها المرفقات. طب سؤال نفسك كده بسال باشمهندس، هو انت ليه عملت تيبل للمرفقات وما عملتوش ليه مع الانفويسز نفسها؟ من باب التنظيم مش اكتر، هي من باب التنظيم ان انا يكون مثلا ايه المرفقات الواحده، التفاصيل لوحدها، الكلام ده كله، وابدا ان انا في الريليشن شيب اجيب كل الحاجات ديت بالعلاقات بتاعتي، بس الدنيا كلها تبقى مترتبه بحيث لما حد يبص على الداتابيس بتاعتك كده يلاقي حاجه بالشكل ده يقول اه ده الشخص اللي بيشتغل على السيستم او الراجل اللي عمل البروجكت ده شخص بيفكر وشغله منظم، لان تنظيم الشغل مهم جدا. تمام، ده كان حلقة النهاردة، أتمنى يا رب يكون تسع عجبكم. ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناة عشان أقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله.